بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. موضوعي أنا مخليه تحت عنوان عام نهج البلاغة في القرن 21. مسوي منا مواضيع، خمس مواضيع. الليلة أبدأ فيه بتعريف نهج البلاغة وتعريف صاحب نهج البلاغة. هذه الحلقة الأولى. صراحة أتكلم عن نفسي، أنا مدين إدانة أو مدين حق شيء اسمه نهج البلاغة. في طول حياتي أثرت علي من صغرتي، وهذا دين علي أحب أساهم فيه. اللي يسمع سيستفيد، لأن فعلا مثل ما كنا بالجيل السابق، الآباء كانوا يقصون علينا قصص، ورحمة الله عليه والدي لما كان يقص قصص يعطيني صورة عن الإمام علي أنه بطل، فعرفته سلام الله عليه، عرفته بطلا في صغرتي. وفي سن أعتقد 14-13 سنة طاحت بيدي كلمات من نهج البلاغة، فمن ذاك الوقت والحمد لله مستمر في قراءة هذا الكتاب إلى يومنا هذا، وهذا شيء أعتز فيه لأن أثر فيني تأثير وانعكس على كل الأشياء اللي شفتها في حياتي، يعني مواقف معينة استفدت منها. فهذا أنا مدين للإمام علي، طبعا شيء طبيعي، ولمن جمع هذا وسماه نهج البلاغة اللي هو الشريف الرضي رحمة الله عليهم جميعا. كتاب نهج البلاغة مثل ما هو معروف، رجل اسمه الشريف الرضي، أديب وشاعر، و كان في حوالي القرن الرابع الخامس الهجري، جمع الخطب الموجودة في الكتب المفرقة والناس اللي حافظينها في كتاب سماه نهج البلاغة. وأنا كنت أقول دائما أنها أسميه نهج الحياة، أنا أسميه من كثر ما فعلا نهج للحياة. كيف جمع الشريف الرضي هذه؟ كان في وقتها مكتبات بغداد كانت عامرة والكتب موفرة، فالجو كان ملائم وجمع الخطب هذه. طبعا ما جمع كل الخطب، ولا وإنما وضعها وسردها سرد بعض الخطب جمعها فيها. ماذا قالوا عن نهج البلاغة نفسه؟ نفس الشريف الرضي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع استصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلته حذى كل قائل وخطيب، وبكلامه استعان كل واعظ وبليغ، ومع ذلك فقد سبق فقصروا وتقدم فتأخروا، لأن كلامه عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من كلام النبوي. هذا وصف هذا الرجل اللي عاش مع الكلمات بهذا السكر. ابن ابي الحديد المعتدلي معروف ان عنده شرح وافي لهذه نهج البلاغة: واني لاطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب بكلام يدل على ان طبعه مناسب لطباع الاسود، ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه اذا اراد الموعظه بكلام يدل على ان طبعه مشاكل لطباع الرهبان. تصور انسان شلون يقدر يجمع في هذا كله. ميخائيل نعيمة: بطولات الإمام ما اقتصرت على ميادين الحرب، فقد كان بطلا في صفاء بصيرته وطهارة وجدانه وسحر بيانه. الإمام محمد عبده جمع الكتاب أي نهج البلاغة ما يمكن أن يعرض الكاتب والخاطب من أعراض الكلام، فيه الترغيب والتنفير والسياسات والجدليات والحقوق وأصول المدنية وقواعد العدالة والنصائح والمواعظ، فلا يطلب الطالب طلبه إلا ويرى فيه أفضلها، ولا تحترج فكرة إلا وجد فيه أكملها، إلى آخره. بعد ما راح أكمل الآن أرجع إلى شخصية الإمام علي. طبعا مجرد ما أقول الإمام علي قلنا أكيد المسلمين كلهم يعرفونه، شيء طبيعي لأن الإمام علي مشهور إلى آخره، لكن أنا بأشوف الناس شلون عرفوه، شلون الناس اللي عرفوه، وإحنا شلون عارفينه. طبعا أفضل معرفة هو أن يكون رسول الله يقول عنه منو هذا.
حقيقه اعطاه نظرتين انا لقيتها في اللي فسرتها بهالشكل، اعطاه اساسين جدا قويين حقك انت شلون تتعامل معاه. الاساس الاول انا مدينه العلم وعليا بابها، هذا ما علي في نظر الرسول. الامر الاخر وهي خطوره، لا يحبك يا علي، لا يحبك الا، شوف استثناء، الا مؤمن، ولا يبغضك الا منافق. عرفت الامام علي بهالتعريفين يصير مقياس، مقياس حقك للحياه ومقياس حقك لروحك. خلك من كل تفاصيل الكتب والاشعار كلها، انت شلون تقيس نفسك بهالمقياس هذا. اما هو كيف يعرف نفسه؟ دائما يقول هو متكلم كلمه، عنده كلمه ترى مر عليه، المرء مخبوء تحت لسانه فتكلموا تعرف. الان هو بيتكلم في نفس عن نفسه، يقول سيهلك في صنفان، محب مفرط يذهب به الحب الى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق. إفراط وتفريط في هذا الشخص شيء مهلك. فإذا مو شخصية عادية أنك تحبه أو تبغضه أو تصير عدو حقه أو تحبه أو تصير معاه أو ما تصير معاه، مو شخصية علمية قاعد تدرسها أنت ما لك شغل فيها، لا، مرتبط بروحك. أيدت نجوت، عرفت هلكت. أيدت أو أحببت أكثر من اللازم بحيث تخرج عن طبيعة البشر هلكت. تعاديه أكثر من تعاديه أصلا، معناها في شك في روحيتك. فإذا أضع أنا كميزان، صار ميزان الحين، هو نموذج راقي للإنسان. فإذا معرفة الإمام علي معناها أنه إنسان نموذجي، أنت تبي تقيس نفسك معاه. شلون تقيس نفسك معاه؟ كل ما يأخذ خير منه تشفته تأخذ منه تترقى، كل ما يبغض شيء تبتعد عنه فيصير مثلك. طبعا احنا عندنا قدوة أفضل وهو رسول الله، ما في شك، معلم البشر، لكن هذا التلميذ الأصلي له سلام الله عليه. ماذا قالوا عنه؟ يقول ضرار بن ضمرة الكناني يصف الإمام علي، كان والله بعيد المدى شديد القوة، يقول فصلا ويحكم عدلا، ينفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته إلى آخره. الدكتور طه حسين يقول وجد على نفسه صدق إيمان بالله ونصحا للدين وقياما بالحق واستقامة على الطريق المستقيم، لا ينحرف ولا يميل ولا يدهن في أمر الإسلام في قليل أو كثير، وإنما يرى الحق فيمضي إليه. عباس محمود العقاد تحت عنوان مفتاح شخصية الإمام علي، ما استطاع أحد قط أن يحصي كلمة خالف فيها الحق، ما حد يقدر يحصي عليه كلمة واحدة خالف فيها الحق في حربه وسلمه وبين صحبه وبين أعدائه، مو بس مع أصحابه صح وباطل، حتى مع أعدائه ما يجاوز الحق. علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حين يضرك، هذا منطبق عنده جدا. عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه علي إمام المتقين، حقيقة هذا إنسان كاتب عنه كتاب ممتاز، لم تعرف الإنسانية حاكما ابتلى بمثل ما ابتلى به من الفتن، على الرغم من حرصه على إسعاد الآخرين وحماية العدل وإقامة الحق ودفع الباطل، اجتمع فيه من مقومات القيادة، مقومات القيادة ونبالتها وشرفها ما لم يجتمع قط لحاكما، وهكذا كان فريدا حقا عالما وحاكما، فسلام عليه إذ توارى جسده في التراب وبقيت كلماته. هذه المهمة،
بقيت كلمات: منارات إشعاع ومنابع حكمة ومثار عزاء وعدة للمتقين والمساكين بعد كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة. وسيظل القلب ينبض بما قال، وتشرق به النفس ويذهو به العقل. وكم من الكلمات المشرقة والمواقف المضينة خلفها الإمام ميراثاً، اسمع، ميراثاً للإنسانية كلها ودليلاً ونبراساً. الكاتب أستاذ أحمد عباس صالح: لو لم يسر على سيرته المثالية أكانت تبقى جذوة للحق؟ أي جذوة للحق تبقى بعد؟ وقع في موقف صعب في مكان من التاريخ صعب جدا، تاريخ الفتن. لو كان هو هم بايع للدنيا وماشي مع الدنيا، كان من كان يعرف وين الصح والغلط؟ من وين؟ ما هو كلهم طلبهم الدنيا. إذا المسألة طويل، فهو لو حط حق نفسه وحط حقنا في هالمواقف شلون المبدئية تصير. في كاتب عراقي حقيقة أنا لقيته جدا، أنا أخذ منه كلمات، اسمه عشان يكون حقه محفوظ، عبد اللطيف الحرز، يقول: كان علي عليه السلام يعادي واحدا فقط. شنو هالواحد؟ الفقر. ذلك الشيء الذي تمنى ابن أبي طالب لو كان رجلا فقتله. هذا اللي كان كل همه على هذا الفقر، معاربة الفقر. لذا تجده يصارع هذا الألم بشكل مستمر، فلا تعجب أن يقول بكل هذه الحرقة والاحتراق، هذا كلام ما عليه: اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد الفقر، أو غنيا يبدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ بحق الله وفرا، أو متمردا كان كأن في أذنيه عن السمع وقرا. فيقول: أين خياركم وصلحاءكم؟ أين أحراركم وسماحاءكم؟ أين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم؟ هذا كلام عالي. هو يعلق الكاتب: لم يكن سفاحا يتشفى بأعدائه، فحتى الخوارج رفض إبادتهم، إذ قال: ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. كان كل ما في التاريخ ضده، لكنه أعطى للتاريخ درسا فأصبح أستاذه ومعلمه. أي خسارة خسرها هذا الرجل، قاتل أهله وعشيرته وفقد شبابه وعمره وأبناءه، فإذا به مطرود سياسيا وجسديا وفكريا. أي خسارة أعظم من خسارته هذه؟ هذه الخسارة الفادحة هي بالتأكيد خسارة الصدق أمام الكذب، وخسارة المبدأ أمام المطامع والأرباح، خسارة وجه حقيقة. أنا أقول مو هو خسر بس، الإنسانية خسرت هذا المعين العظيم بسبب هالأطماع الحقيرة في ذاك الوقت. يكمل يقول: لا يوجد مذهب واحد فقهي يستطيع استيعاب فكرة هذا الإنسان كقيمة مجردة، وأي مذهب كان بحجم مقولة أن الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا أي مذهب من المذاهب يتحمله، خاصة في هالأفكار العصرية نعيشها، خاصة في هذا العصر، عصر الصراع الطائفي البغيض، اللي يدل على مستوى للأسف مستوى نازل من الفكر، أن تصل إلى مرحلة الشكل هذا بين المسلمين، يصير صراع طائفي. فالذين عادوا عليا، هذا الحين أنا أقول لك يا بهالشكل،
الذي يعادي علي يجب أن يراجع نفسه، بعيدا عن اختلافات الفكرية والسياسية والتاريخية، خلكم يا كل إنسان يحاسب نفسه بأي شكل. أمامك إنسان إلهي، إنسان طاهر، مثل ما قالوا الكتاب ما أخطأ الحق، ما مال للظلم، رجل هدفه الله. دائما كان يردد الإمام علي: ليس أمري وأمركم واحد، أردتكم لله وأردتموني لأنفسكم. هذا ما يتوافقون مع بعض. رجل يريدك لله، فأنت إذا عارضته معناها قاعد تعارض الوصول إلى الله، هذا بعد ما في روح تعال. فإذا شفت نفسك، وهذه كلمة حق كل واحد نقولها حق نفسي، أقولها: إذا شفت نفسك أبغضته معناها تذكر قول الرسول: لا يبغضك إلا منافق. معناها لازم تراجع نفسك، خلك من الإرث التاريخي، خلك من الكتابات والأشياء اللي تثار حول الموضوع هذا. لا لا، المسألة أنت تنقذ نفسك، هاي ناحية. إذا عارضت علميا، ترى انتبه، أنت قاعد تعارض شنو؟ باب مدينة علم رسول الله. فلازم تكون أنت تقعد أمامك تلميذ وليس كمعارض أو رأي آخر. نعم، لك حرية الرأي، نؤيد حرية الرأي، لكن القول الفصل لصاحب شنو؟ لمن كان باب مدينة علم رسول الله. فإذا جانبين، جانب علمي أنت شوف روحك وين راح تكون، وجانب روحي وهو الأهم، أن تراجع نفسك، شوف داخلك شنو. ليش أنا واقف ضد هذا؟ هل هي وراثة، وراثة أفكار، ولا وراثة أحقاد؟ إذا كانت أفكار فمعناها أنت تتبع بس، إذا كانت أحقاد فالمصيبة أكبر. من سمعتوا أنتوا أن في الأمم المتحدة ذكر في سنة 2003 عفوا، صدر برنامج من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اشتمل على أكثر من 160 صفحة، خاص بحقوق الإنسان وتحسن البيئة والمعيشة والتعليم في الدول العربية. شنو قالوا؟ قالوا اتخاذ الإمام علي مثالا لتشجيع المعرفة وتأسيس الدولة على مبادئ العدالة. واشتمل التقرير على مقتطفات قليلة كثيرة. أنا جبت حقيقة قول وايد مشهور عن مروح أن حطوا عليه، شنو هو؟ هذا حاطين عندهم رسمي: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ تعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، فتعلم نفسه ومؤدبها، فمعلم نفسه ومؤدبها حق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. القضية لو كل إنسان يؤدب نفسه بنفسه بسيرته، الكلام سهل، كل واحد يتكلم عن العدالة والحرية واحترام الغير، وما اختلافي معاك ما لا يفسد، يقولون هالكلام هذا، لكن عمليا أنت مربي نفسك على هذا الشيء؟ هذا المهم. سلوكك يدل عليك، مو لسانك، اللسان ممكن يأخذ أي شكل. أيضا: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. فإذا التقرير: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. في مقال في كتاب اسمه الجهل المقدس، كتبه أعتقد فرنسي، وذكره كاتب اسمه هاشم صالح. هذا الكتاب هو هاشم صالح، أنا تعرفت عليه من خلاله، ما كنت أدري، لقيت مقال شفت عجبني، أنا فعلا شفت العنوان جذبني: جهل مقدس. احنا مبتلين بجهل مقدس،
تصور أن أناس يتصورون أفكارهم هي الدين ويدافعون عنها، فدفاعهم عن شنو؟ في نظرهم هذا دين، فهو جهلهم هذا صار مقدس، قدسوا الجهل اللي عندهم. فهذا الشيء يقول اسم الكاتب أوليفي روا، أحد الكبار المختصين الفرنسيين بالحركات الأصولية من إسلامية مسيحية يهودية، هو اللي توصل إلى مصطلح الجهل المقدس، فكتبه في كتاب الجهل المقدس. أنا حقيقة جيت أخذت منه هذا وتذكرت، شفت الخوارج مع الإمام علي، شو المشكلة؟ يصلون يصومون أكثر من غيرهم ذو الجباه السود. إذا المشكلة وين؟ المشكلة في الجهل المقدس، فعلا يتصور هذا هو الدين. هذه مشكلة، مشكلة ابتلى فيها العالم أو البشرية كلها، مسيحيين يهود مسلمين شيعة سنة، الكل مبتلى فيه جهل مقدس. أن تعرف أو تتصور أن هذا هو الدين وأنت تقاتل وتقتل وتحارب، وهذا بالنهاية أنت قاعد تخدم جهلك، قدس جهلك، حتى إذا يا واحد عارضك كأنك تنظر له أنه يعارض دين الله. الحروب الصليبية إيش كثر استغلوا جهل مقدس، اليهود إيش كثر استغلوا الجهل المقدس. بالإسلام في العصر الحاضر الآن إحنا نعيش هذا الصراع السخيف، هذا الصراع الطائفي السخيف، هذا مو جهل مقدس؟ إذا الجهل المقدس شو يقول؟ شو تعريفه عنده؟ يقول تغييب للعقل، برنامج لتغييب العقل وإنتاج منظومة قيم هدامة. يعني أنت هم تغيب هذاك المنهج وتحط ترتيب ثاني وتحط مناهج هدامة. بعد المصيبة أكبر أنه يكون هناك تكون منظمات كبيرة ودول كبيرة تعرف كيف تستفيد بأنك تخلي لك الجهل المقدس هذا كبير في نظرك. هني الكارثة، وأنت تدافع وتدافع وبالنهاية غيرك اللي مستفيد وأنت ضحية، أنت ضحية جهل مقدس. يقول هاشم صالح، يقول ما أجمل هذا الجهل وما أرقاه وما أعظمه. الواحد يستغرب شلون تقول ما أجمل. يقول كنت مفعما بالجهل المقدس في شبابي، كنت أصوليا انغلاقيا بالمعنى الحرفي، وكنت أحلم بهجرة المجتمع والقرية والاختلاء في البراري والفقار مع كتاب الله أحدث حيث أتلو آياته. الهدف عندي شنو؟ أدخل الجنة وبس، خلاص صار عندي هذا هو الهدف. والإسلام حذرنا من زمان، ما لا رحمة في الإسلام، ليس منا من ترك آخرته للدنيا إلى آخر. تعال شوف الحروب الإمام علي والجهل المقدس وين فيه. يقول لقد كان علي عليه السلام يدرك كل الإدراك أهمية عمله في محاربة هذا الجهل المقدس. مش شنو قال؟ قال لقد فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد، شوف شنو التعبير والله غريب، بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها. غيهب الفتنة ظلامها وشمولها وإثارتها الشك، أما اشتد كلبها، تكرمون الكلب اللي يصير فيه مرض اللي يصير اسمه مسعور، إذا عض كلب ثاني تنتقل العدوى، تنتقل. فاشتد كلبها، يعني معناها هذا قاعد شنو؟ الفكرة الخبيثة والجهل المقدس ينتشر، فيجب أن يكون مانع يوقف ضده. شلون الجراثيم والميكروبات لما تنتقل في جسم الإنسان شنو يحتاج؟ يحتاج مضاد توقف عند حده، وإلا لو تتركه يدمر البدن.
لو الجهل المقدس يترك ينتشر في المجتمع مثل ما للأسف اجتمع في فئات معينة، هذا الجهل المقدس يقتل يدمر، وحتى شايفين كل شيء. ولهذا يقول لم يجترئ عليها غيري. من يدى يحارب إنسان قاعد يصلي وجبهته سوداء وصائم الدهر، من يدى يجرب هذا يقتله؟ يبي لو واحد يكون فوق المستوى كله ينظر بالنظرة أخرى. ينقل عن رسول الله الكلام هذا: قسم ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك. مرة ثانية، هذا هو الجهل المقدس، جاهل متنسك. إنسان مأخذ الدين بجهل، ما تقدر تكلمه، النقاش معاه منتهي، لأنه هو عنده خلاص 100% صح، وأنت اللي تعارضه في أي شيء أنت في جهنم. كيف تتفاهم معاه هذا وأنت تشوفه أنه ضايع؟ هذه مشكلة كبيرة. شلون نطلع من هذا الإطار؟ صعب جدا. الحين أنا حقيقة بجيب أنا ما عرفت شلون صارت. كيف تعرف الإنسان؟ الإنسان معرفته جدا صعبة. ما خالف أرجع، إذا فيزيائيا المادة اللي هي أبسط شيء نشوفها هالكثر صعب، فما بالك بخلية حية أصعب ملايين المرات، فما بالك بإنسان أهواء وآراء وأفكار وإرادات وتفاعلات غريبة وأوهام، هذا شلون تعرفه؟ الحين أحط لك بالتاريخ أسماء كل واحد يتصورها. يوليوس قيصر، الإسكندر، جنكيز خان، أنتر، هتلر، هذول إيش يبون؟ إيش يبون من الحياة هذه؟ يوم في الحياة إيش يبون؟ سيطرة، هيمنة. ماكو شيء اسمه إنسان، أكو أهوة، أهواءه، رغباته، يقتل آلاف مؤلفه، مو مهم. لكن تعال طالع إمام علي، هم صار بالحكم، ماذا أراد؟ وشنو بغى؟ زاهد عابد، حاكم حكيم. يقول جماعة في صفاتك الأضداد ولذا عزت لك الأمداد. لما يقول أنا أردتكم لله وأردتموني لأنفسكم، هذا بعد ما يفكر فيني يسيطر عليك يأخذ خيراتك ويتبجح يمشي بين الناس. إذا واحد يخضع روحه شوية حد يقول لا تسوي هالشيء، لا تعاملوني معاملة الجبابرة، مو هذا أنا، مو هذا هدفي. عندك يقول يخاطب الله سبحانه وتعالى: اللهم أنك تعلم الذي كان منا لم يكن طمعا في سلطان ولا التماسا شيئا من فضول الحطام، ولكن شنو؟ لنرد المعالم من دينك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. احنا هذا هدفي انا، ولولا هذا شن تركت كل شيء. اختمها بثلاث اربع اجزاء، ما ادري ايش كثر وقتك ولا لا. بعض مواصفات الامام، انا حقيقه الامام علي بحر، بس انا لقيته شيء عزيز، يحب العزه. انا اذكر في مقوله حق عجيبه، يقول ساعه ذل لا يعوضه عز الدهر. شنو هالمعزله؟ شنو العزه اللي يعطيك اياها الكلمه هذه؟ يقول اكو قصه كلكم تذكرونها ولا عارفينها. يقول عندما لقيه دهاقين الانبار، زعيم الفلاحين والانبار يعني من العراق، عند مسيرته الى الشام، فترجلوا واشتدوا، اسرعوا بسرعه جايين عنده، فقال ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا
خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال والله لا ينتفع بهذا أمراءكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم. أنت قاعد تعب روحك في الدنيا وتشقون به في آخرتكم. شنو هالمعاملة هذه؟ مجرد أن يركض شوية دابة بس. وما أخسر المشقة وراءها العقاب، يعني هم أنت تعبت في هني وهم عقابهم بالآخرة. وأريح الدعاء معها الأمان من النار. هذه شلون تربية؟ يعني مو هو يرضى أنه هو يكون عزيز، لا، ما يبي يكون غيره دليل. ترى أكو واحد يحب يكون عزيز، غيره خلي ينذل، مو مهم هو، لا مو هالشكل. هذا يعطي الدرس حق الإنسانية، يبي يعطي العزة حق الإنسان. ترى الإنسان مخلوق غالي جدا جدا جدا، نادر في الكون، عزيز عند الله. أنت تيتهينا، أنت منو؟ أنت مثله. قرن القول بالفعل، فعلا ما في كلام يقوله ما يعمله، بالعكس يعمل الشيء. يقول ما أمرتكم بأمر إلا وسبقتكم إليه. سووا هالشيء، روحوا هالشيء، وهو ما يسوي له. أعطى التقييم الصحيح للأشياء. شلون؟ شوف أكو كلمة إن شاء الله أخذنا كلمة نستفيد منها. يقول لا ترفعوا من رفعته الدنيا، ولا تضعوا من رفعته التقوى. هذا مقياس. فلان غني مليونير، خير إن شاء الله، ولا له قيمة. تقوى عنده؟ ما عنده ولا قيمة عندي. هذا الإنسان يشتغل موظف، بس يكون خوش إنسان ومدين، فعلا هذا إنسان عظيم في نظري. أكو كلمة ذكرت حق الإمام علي، يقول حق الحسن عليه السلام، كان لي أخ في الله. شوف شو اللي يخليه عظيم في نظر الإمام علي، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. إش كثر الدنيا صغيرة في عينك أنت عظيم يا إمام علي، إش كثر الدنيا كبيرة في عينك تنزل. هذا هو التقييم الصح. لا تقول لي هذا مليونير، لا تقول لي هذا الرئيس، سلطان، ملك، هاي تقييمات دنيا. طبعا ما نقول واحد ما يصير رئيس، الحياة ما تمشي من غير هالشيء، لا، الحياة تمشي ويروح ويصير هذا، لكن لا يكون هذا هدف، لا يكون هذا تقييم. أحسن. العدالة طبعا يقول علي قتله عدله من كثر ما كان عادل. يقول قالوا له انت قاعد توزع المال بالعداله ومو مثل اول ما ادري شنو. يقول لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وانما المال مال الله. الا وان، والله نصيحه هذه حق الشعب الكويتي بالذات او غير الشعب الكويتي، اي شعب، الا وان اعطاء المال في غير حقه تبذير واسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة، ويكرمه في الناس ويهينه عند الله. شفتوا المقياس الذهبي اللي يعطيك إياه؟ أنت وين تقيم نفسك؟ تبي تونس الناس ولا ترضي الله؟ فلان سوى وليمة عزم فيها هذا وقط وأكل وشربوا الناس، قالوا والله ما قصرت، وهو مبذر آخر تبذير، الله راضي عن هذا؟ كلامك صح، ولا الناس مستانسين من العزيمة والقعدة والدعوة؟ لا، هذا تقييم خاطئ. آخر شيء التقوى. التقوى طبعا عنده خطط كثيرة في التقوى، بس أنا راح أجيب بس هذا. يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، ومعاصي العباد في الخلوات. عجيج الوحوش، الحيوانات اللي عايشة بها الغابات هذه، الله سبحانه وتعالى يعلم عنهم. شوف النظرة عند الله.
ومعاصي العباد في الخلوات. أنت بينك وبين نفسك، المعاصي الله يعرف عنها، واختلاف النينان في البحار الغامرات، السمك يعرف عنهم، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله نجيب الله وسفير وحيه ورسول رحمته. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم وإليه يكون معادكم، وبه نجاح طلبتكم، وإليه منتهى رغبتكم، ونحوه قصد سبيلكم، وإليه مرام مفزعكم. فإن تقوى الله دواء قلوبكم، وبصر عمى أفئدتكم، وشفاء مرض أجسادكم، وصلاح فساد صدوركم، وظهور دنس أنفس وطهور دنس أنفسكم، وجلاء غشاء أبصاركم، وأمن فزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم. فاجعلوا طاعة الله شعارا دون لثاركم. طبعا خطبة طويلة عاجزة منها. آخر شيء، خلنا نستودع هذا العظيم على فراش الموت. قال: إن أبقي فأنا ولي دمي، وإن أفني فالفناء ميعادي، وإن أعفو فالعفو لي قربة، وهو لكم حسنة. يعني 100% لو كان عايش كان عفا 100%، وهو لكم حسنة. فاعفوا، هاي الدرس، فاعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته، ولا طائع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد، وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار. بعد أنا ما رح أكمل، آخر جملة أقولها ناخذها كحكمة حقنا اليوم نستفيد منها، حكمة أحطها حكمة أسبوعية. افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. والحمد لله.